نعطي الكلمة حين حق الأستاذ، نقول نستمع إلى ما يكمل وجهة النظر حول الموضوع للأستاذ الفاضل محمد العرادي، محمد حسن العرادي أبو حسن، وهو كذلك غني عن التعريف، ويعد موضوع البعثات من أهم القضايا التي تؤرق، ودائما ما يتكلم في السوشيال ميديا، وهو إعلامي مهتم بالشأن العام ونائب رئيس جمعية مبادرات البحرين الأهلية. فليتفضل أستاذ. مساء الخير، شكرا للمنبر التقدمي الذي يستمر في ممارسة دوره الثقافي والريادي، ويفتح المجال للجميع من خلال هذه المنصة للتواصل والإبداء الآراء ولإعادة توجيه الرأي العام. اسمحوا لي في البداية أن أبارك لكم هذه المناسبة الليل في هذه الليلة، وهي ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 التي مر عليها 46 عاما. حينها توحد العرب شعوبا ودولا وحققوا الانتصار، فتحية إلى كل الشهداء الذين سطروا بدمائهم هذا الانتصار. قبل أن أبدأ أود أن أتكلم خارج النص، لأنني سألتزم بالنص ليس كما فعلت الدكتورة وطولت، خدت ساعة كاملة، خدتين ساعة. نعم. جميل. جلالة الملك في بداية العهد الإصلاحي صرح بأنه الوزير لن يستمر أكثر من 4 سنوات، وبأنه الوزير الخارق للعادة والمتميز سيستمر مكسيمم 8 سنوات. وزيرنا عليه السلام استمر لحد الآن أكثر من 17 سنة، وربما يكمل من 2002 إلى 2019 17 سنة، وسيستمر. يعني كما أشرت إلى ذلك سابقا في مداخلة سابقة في هذا المكان أيضا، بأن الوزير استلم الطلبة المتخرجين من الجامعة من الروضة، يعني من لما كان عمرهم 3 سنوات وصلهم لمكان 3 سنوات زائد 17 سنة، عمرهم 20 سنة يتخرجون من الجامعة. فأعتقد بأنه مع كل ما يقال عن الدمار الذي لحق بالتعليم، آن الأوان للمطالبة برحيل هذا الوزير ورحيل عدد كبير من المسؤولين في وزارة التربية الذين أثبتوا بأنهم في كثير من الأحيان يمارسون التمييز ضد مصلحة الوطن وليس ضد مصلحة الطائفة. أنا أتكلم بأن الوطن هو الذي يتضرر وليس الطائفة الفلانية أو العلانية. نقطة أخرى قبل أن أبدأ، التعليم مسؤول عن كل شيء في البحرين. الصحة هي نتاج التعليم، العمل الاجتماعي هو نتاج التعليم، الزواج نتاج التعليم، الولادة نتاج التعليم، لأن الناس قاموا يضبطون روحهم إذا ما يجيبون الولد قبل شهر 10 أو عقب شهر 10 ما يخفق من التعليم، بيخسر سنة، فيوقتون الولادة على موضوع متى بيدش المدرسة. زين، الزواج ايضا الناس ما تتزوج الا بعد ترتب موضوعها قريب من التعليم، تقدر تدرس اولادها ولا ما تقدر تدرس اولادها، تقدر تجيب كم من ولد بعد التعليم لا يحدد، لان التعليم صار مكلف في بعض الزوج مطلوب في بعض المدارس اليوم التي تدرس المرحله الابتدائيه في القطاع الخاص. تخيل مرحلة ابتدائية تكلف في حدود من 4، يعني على اختلاف المدارس، من 4000 إلى 8000 دينار في التعليم الخاص. ليش؟ لأن التعليم الحكومي انضرب، الناس راحوا التعليم الخاص لأن التعليم الحكومي انضرب. زين، ليش انضرب؟ لأن أنت أهن معلم، واليوم بمناسبة يوم المعلم نبارك لكل المعلمين في البحرين الذين دفعوا قسرا للتقاعد. أكبر عدد من المتقاعدين تقاعد مبكر هم المدرسين والمدرسات. تم ضرب التعليم،
ومش فقط تم ضرب التعليم، ألغيت عدد من المدارس وأصبح الفصل الواحد يضم أكثر من 40 طالب. أي تعليم ممكن يتحقق في صف في 40 طالب؟ تمام. وتم في الآونة الأخيرة أيضا أخفقت الوزارة في بناء المدارس الجديدة، وبالتالي ما في مدارس رغم أن السكان ارتفع من 600,000 إلى 1.5 مليون، ولا يزال الحبل على الجرار. وبالتالي أنا أعتقد مع هذا التدمير، مع هذا التدمير الممنهج، وأنا أصر على أنه ممنهج ومخطط له، ويعني إذا لم يكن كذلك فهذه كارثة أخرى، إذا لأن احنا عندنا ما شاء الله الحين عدد من الوكلاء الوزارات كلهم كل واحد منهم يتسابق مع الثاني في التفنن في كيفية تعطيل العملية التعليمية. فاسمحوا لي على هالمقدمة الشرسة نوعا ما. سألتزم بالنص الآن. البعثات، البعثات حق لجميع المواطنين دون تمييز، وهي ليست منا من أحد، لأن المتفوق من حقها أن يحصل على البعثة في ظروف متكافئة كما جاء في الميثاق والدستور، وليس لأنه ابن فلان ولا يعرف فلان ولا موصى عليه من علان. يجب أن تكون البعثات خارج إطار التنافس السياسي والطائفي وحتى الاقتصادي، مو لأن ولد تاجر توديه، ولا لأن ولد شيخ توديه، ولا لأن ولد قاضي، ولا لأن ولد وزير توديه، لا، لأن جاب مجموع يؤهل للجامعة. من يسعى لتأسيس ملف التعليم، ملف البعثات عفوا، والتحكم به من أجل خلق توازنات طائفية أو سياسية معينة، يتسبب في جريمة بحق الوطن، ويجب أن يعي المسؤولين والجميع حجم التدمير الذي لحق بالمجتمع بأسره جراء استمرار هذه السياسة. هناك من يتعمد التمييز في البعثات بطرق ملتوية لا يمكن وضع اليد عليها مباشرة، بقصد الضغط على فئات معينة لإعادة توجيههم وأخضاعهم للسيطرة. بعض الجماعات تعمل على احتكار البعثات. هناك جماعة الكل يعرفها مسيطرة على وزارة التربية والتعليم، تودي البعثات باتجاه التي تبغي وتوزعهم كيف ما تشاء، فتعطي من تحب البعثات المتميزة وتبعد من تبغض عن البعثات المتميزة، لأنها تريد أن تفرض سيطرتها على مواقع المسؤولية. لأنه أنت إذا تخلق وتوجه البعثات، الأوتبوت النهائي مال الوظائف خاضع للبعثات. يعني إذا تخرج واحد مهندس بيمسك وظيفة مهندس، تخرج واحد طبيب بيمسك طبيب وظيفة طبيب، وبالتالي إذا أنت أبعدت من البداية وكسرت مجاديفه وخليته يقعد عند البيت عند الوالدة، بتمارس عليه إقصاء للجامعات الأخرى وإبعادها على المنافسة. هذا النهج يجب أن لا تقره الدولة، يجب أن ينتبه له الجميع، لأن فيه دمار للدولة وليس لدمار لطائفة أو مكون. الجماعة الساعية للسيطرة على البعثات، آن الوقت للمطالبة بصوت عالي بتفكيكها وإبعادها عن موقع القرار. يعني أنا ما أشوف ليش جماعة الفلانية السيطرة على كل البعثات في الوزارة، يعز من تشاء وتذل من تشاء. ويجب العمل على تثبيت جهاز إداري وطني يضع المصلحة الوطنية العامة أمام عينيه، بعيدا عن التفكير السياسي والمذهبي والفئوي. إننا نطرح موضوع البعثات واختلالات معاييرها عاما بعد عام، كل سنة نتحكي عن البعثات، لكن عمك أصمخ ما حد يتحكي عن الموضوع، لإدراك الجميع أن هذا التمييز والاختلالات ستضعف وحدة الوطن وتنال من مستقبل أجياله وتنميته. في العنوان الثاني تاريخ البعثات، نظام الابتعاثات، طبعا الدكتورة يعني خدت كثير من هاي النقاط، لكن أنا بفصل فيها شوي. نظام الابتعاث للدراسات العليا بدأ مبكرا مع انطلاق التعليم في البحرين في بداية القرن الماضي اللي هو 1919، ولم تكن الدولة بنظامها الحالي قد تأسست بعد. يعني التعليم بدأ قبل الدولة،
تعليم النظام بدأ قبل أن تتأسس الدولة. التعليم البحريني بدأ في البحرين بدأ بتأسيس مدرسة جوزة البلوط في عام 1899 كما أشارت الدكتورة هدى، ونتيجة لتعثر الموارد المالية لإدارة هذه المدرسة تحول التعليم إلى نظامي في العام 1919، وكانت البحرين تحت الانتداب البريطاني، وهكذا بدأ التعليم النظامي مقنناً ومضبوطاً ومسيطراً عليه. في جميع دول العالم يبدأ التعليم متواضعاً ثم يتطور حتى يصبح النظام متكاملاً ومتماسكاً يساهم في تأسيس مختلف أجهزة الدولة. الدول اللي تأخر فيها التعليم تتأخر في التنمية، تتأخر في الاستقرار، تتأخر في كثير من القضايا، في الصحة، في كثير من القضايا، في الوعي، في كل شيء. لكن كلما تطور التعليم تطورت مؤسسات الدولة وصارت أفضل وهكذا كان البحرين، كان الحال في البحرين حتى بدأ التعليم في الانحدار في عصر هذا الوزير. إن توجيه وتحديد سياسات التعليم والتعليم العالي هي الأساس في التحكم في مسارات التطور الاجتماعي والأكاديمي في أي بلد، وهي من بين أهم السياسات التي تساهم في التحكم وتوجيه البعثات. في أول بعثة للدراسة الجامعية كما أشارت دكتورة هدى في العام 1937 برز الوجه القبيح للتمييز. 8 أشخاص تم ابتعاثهم، 3 من الأسرة الحاكمة و5 سنة ما فيهم ولا شيعي، كان الشيعة مو موجودين. رغم معارضة بلغريف فلقد جاءت البعثات اللي تلتها، لأن التعليم وقف تقريبا في حدود 12 سنة تعليم الابتعاث الجامعي من 1937 إلى 1945، 12 إلى 13 سنة عطل التعليم الجامعي، قال لحد يروح يدرس زين. بس البعثات اللي راحت بعدين صارت مشتركة لأن الوضع فرض نفسه على، وكانت متوازنة إلى حد ما بين مكونات المجتمع، وشكل ذلك نواة لتأسيس وانطلاق نهضة البحرين في القطاعين الرسمي والخاص والقطاع الأهلي أيضا. انتبهت الروابط الطلابية التي بدأت في التشكل كإطار نقابي يدافع عن مصالح الطلبة في النصف الأول من القرن الماضي لأهمية البعثات، وسعت إلى فتح آفاق الدراسة الجامعية أمام أبناء البحرين. من أوائل الروابط اللي تأسست كانت رابطة بيروت ثم رابطة القاهرة، 55 القاهرة و45 تقريبا بيروت، أي حلقة بيروت تمام. و فقط إشارة، القاهرة التي تأسست كرابطة ثم تحولت إلى عنصر فعال في الاتحاد عادت لممارسة اسمها كرابطة في العام 1978 نتيجة الضربة التي وجهت للاتحاد الوطني لطلبة البحرين. يعني تمام، تطور أداء الروابط الطلابية التي تأثرت لاحقا في الاتحاد، وتمكنت من توقيع العديد من البروتوكولات التعاون من أجل توفير البعثات إلى أبناء وبنات البحرين في العديد من دول العالم، وساهم ذلك في انتشار التعليم الجامعي. دور الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، وبالمناسبة كما لفت أخي السيد فاضل أنا كنت رئيس لفرع القاهرة عدد من الدورات وعضو مجلس إداري من عام 1983 إلى أن ودع الاتحاد. وحين يذكر التعليم الجامعي في البحرين يبرز إلى الواجهة دور الاتحاد الوطني لطلبة البحرين الذي لا يمكن أن يغيب مهما حاول البعض أن يهمش أو يخفي دوره الذي كان رائدا في خدمة الطلبة لعقود من الزمن. نجحت الروابط الطلابية في التوحد في العام 1972 تاريخ 25 فبراير، وبدأت الحقبة الذهبية للبعثات في البحرين، لأن الاتحاد فتح فروع في روسيا، والاتحاد ما كان يعرف باسم الاتحاد السوفيتي سابقا، كان في 3 أو 4 فروع، وكان الفروع الاتحاد تسهر وتعمل من أجل تحصيل بعثات للطلبة، وكانوا أولاد البحرين يروحون يدرسون على حساب الحكومة الروسية ويتخصصون في أدق التفاصيل في أدق التخصصات العلمية، وهناك عدد كبير منهم الآن موجود في البحرين يمارس مهن الطب ويمارس الإدارة ويمارس وفي القاعة. نحييهم أيضا إذا سمحتوا لي.
وذات الأمر وقع في دول أخرى، في العراق وفي سوريا تم توفير عدد كبير من البعثات المجانية لأبناء البحرين. في السبعينات كان في بعثات مجانية، اليوم أنت تقول ما مش بعثات عندك. في السبعينات كانت الدول تفتح أبوابها، العراق وسوريا ومصر تقدم بعثات لأولاد البحرين على أدم على قلنا على قد من يشيل يعني. زين أذكر وهي إشارة يمكن تجاوزتها الأستاذة الدكتورة، في دفعة 75 أعلن على صفحات الجرائد عدد الطلبة الذين حصلوا على بعثات ومقاعد دراسية في الجامعات العراقية، وأعلن أيضا عدد الذين حصلوا على بعثات في الجامعات المصرية بالمئات، ولم يتحدث أحد ولم يشتكي أحد. وكان أول الأسماء المطروحة في قائمة المبتعثين للعراق أخونا الأستاذ حميد محسن، فوجهه له تحية. طبعا أنت إيمان أيضا، طبعا الأستاذ حميد محسن رئيس الجمعية الاجتماعيين البحرينية. كان الاتحاد الوطني دورا بارزا ولافتا من خلال فروعه المنتشرة في كثير من دول العالم في الحصول على بعثات للتعليم. إذا كانت وزارة التعليم قد فشلت في توفير بعثات فلتتنحى جانبا ولتتيح المجال إلى مؤسسات المجتمع المدني لكي تبدع كما أبدعت سابقا. لعب الاتحاد دور الملحقيات الثقافية لتسيير شؤون الطلبة في الوقت الذي لم تكن لدى البحرين سفارات ولا ملحقيات ولا علاقات دبلوماسية. اليوم احنا عندنا سفير في روسيا الأستاذ أحمد السعاتي، تمام، لكن في ذيك الوقت ما كان في سفير ولا كان في ملحقية، ومع ذلك وكان ما في علاقات دبلوماسية، وكان اللي يرجع يلعنون أبو شنيدة، أنت رايح كيف، رحت من وداك جبهة التحرير ولا من. وفر الاتحاد فرصا هائلة للدراسة الجامعية في العديد من التخصصات العلمية، ويمكن القول بأن الاتحاد وفر الجيل الأول من الأطباء والمهندسين والوزراء والمدراء والمسؤولين في البلاد. وعندما تحولت إدارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم مع بداية عهد الاستقلال كان هناك تعاون بين الاتحاد وبين الوزارة، لأن الاتحاد كان هو صاحب الخبرة والوزارة ما كانت تعرف بشيء، كانت ها؟ نعم. وشكلت فروع الاتحاد تحديدا في مصر والعراق والكويت وسوريا والاتحاد السوفيتي آنذاك والهند وبريطانيا الرافعة الأساسية لطلبة البحرين، بل ساهمت في إبراز طاقات هائلة لعبت دورا كبيرا في بناء الدولة. الهجوم على الاتحاد وإنهاء دوره. عندما اشتد عود الاتحاد وأصبحت فروعه ذات حضور قوي على الساحات العلمية والعالمية، برز اتجاه رسمي يسعى إلى تقليص دوره لتحجيمه وإنهائه لاحقا دون مراعاة العواقب الوخيمة التي نتجت عن هذا التوجه ذو الطابع السياسي في المقام الأول. بدأ الهجوم المضاد على الاتحاد في العام 1975 في نهاية 74 بداية 75 76 باستهداف أقوى فرعين للاتحاد من خلال فرع الكويت وفرع القاهرة. يصادف أن الدكتورة في فرع الكويت وأنا في فرع القاهرة أيضا. وتمت ابتداع وكل بدعة ضلالة ابتداع أندية طلبة البحرين في العام 75، وأنشأت نادي طلبة البحرين في الكويت ونادي طلبة البحرين في القاهرة، وبدأت تمارس تضييقات وترتيبات أمنية مع الأجهزة الأمنية في تلك الدول من أجل قمع الاتحاد وقمع طلبة لكي لا يبدعون. وشرعت السفارات في التضييق على الطلبة البحرينيين في الخارج ومضايقتهم بالتنسيق مع السلطات الرسمية لتلك الدول، وتمثل ذلك في العديد من المضايقات والاستدعاءات الأمنية في الداخل والخارج. مثال، احنا في القاهرة كانوا يستدعوننا في أيام الامتحانات للتحقيق. يوم الامتحان انت عندك باكر امتحان، يجون يستدعونك اليوم حق التحقيق. زين، فرع القاهرة أخونا أبو زياد هنا موجود، فرع القاهرة خلف مقر المخابرات مالت الأمن الدول العربية، أنت ما يمديك تسوي نشاط لهم قاعدين عندك. عموما لم تكتفي
عفوا رافق الهجوم المضاد على الطلبة إطلاق مجموعة من المغريات وحزمة من مالية لطلبة الأندية. تروح النادي تحصل كل التسهيلات، تبقى في الاتحاد حتى بعثت ما تحصل، ويسمحون لك بعض تنتقل يعني من قسم إلى قسم وبعثاتك باقية، بينما إذا أنت من طلبة الاتحاد مالك حق تطلع حتى من السكن الجامعي مال الطالبات مساكين كانوا مقسوم عليهم قمع مزدوج. لم تكتف الجهات الرسمية بذلك، بل أطلقت عملية أمنية واسعة في الداخل أدت إلى منع مئات الطلبة من السفر ومواصلة الدراسة في العام 1977. وقد أدى ذلك إلى تغيير مسار ومستقبل الكثير من الطلبة، طلبة جامعيين ناس كانوا على مشارف التخرج منعوا من الدراسة قعدوا في البيت. زين طلبة كانوا رايحين متخصصين متفوقين، اللي يدرس طب، اللي يدرس هندسة، اللي يدرس علم اجتماع، اللي يدرس رياضي، أي شيء منعت السلطات من وكان يمكن ان تجيب هاي الناس وتقول لهم تعال انت انا بعطيك فرصه تكمل التخصص مالك، ابتعد عن الاتحاد، لا تروح الاتحاد، ما بتكمل على اقل تقدير. بس ما كان في، كان في اجراء امني. 210 طالب اعتقد تم منعهم في عام 77 من مقاعده الدراسه، مقاعده الدراسه. لقد اختارت السلطات الرسميه الطريقة الأمنية لمعالجة أزمة الحضور البارز للمعارضة السياسية وسط الطلبة بدل المعالجات العلمية أو الاجتماعية والحوارات الهادئة، وكان يمكن احتواء سوء الفهم بين الطرفين. ساهم هذا التوجه في إغلاق الباب أمام الطلبة ومنعهم من الحصول على فرص تعليمية مجانية في العديد من دول العالم. ولا بد من الإقرار بأن الإغراق في تسييس الاتحاد في مرحلة من المراحل من قبل المعارضة كان له دور سلبي أيضا في هذا الجانب. انعكاس الموضوع على البعثات، مع انطلاق العام الدراسي 77-78 بدأ أن وزارة التربية والتعليم قد نجحت في السيطرة والإمساك بأول خيوط التحكم في البعثات الجامعة من خلال إطلاق سياسة تجفيف المنابع التي تغذي فروع الاتحاد. يعني كان صار في مثلا إذا في فرع قوي ما يودون طلبة هناك، زين، أو إذا في يودونهم ويوزعونه في المحافظات. أنا أذكر في مصر مثلا في عام 77-76 إحنا كنا ضمن البعثة دي، تم قبول 52 طالب في أسيوط. أسيوط في ديك الفترة في 76 يعني من ناحية تطور حضاري وكذا وشغل متخلفة أقل من أي أسوأ قرية في البحرين، أو أقل قرية تحضرا. زين يعني إحنا كنا نعيش مثلا في منطقة أسيوط نشتكي من البعوض ويعضعض فينا يعني طول اليوم، ونمشي نروح الجامعة على حنطور أو مشي. زين والدفعة اللي قبلنا كانت 42 طالب أو 48 طالب. زين فقط من باب المثال في دفعتنا 52 طالب في أسيوط، بقى منهم اثنين، أنا واحد اسمه أخونا سرحان الله يذكره بالخير. سنة العقوبها منعوا من السفر. فمن أصل 52 بقى واحد بس يدرس في هالموقع. وفي نفس الوقت الدفعة اللي قبلنا اللي هي في حدود 48 طالب بقى منهم 10، والباقي كلهم اللي رجع البحرين ما قدر يواصل، اللي حاول يحول. طبعا كان في أيضا جامعات أخرى على المنصورة وغيرهم، وهذا الموضوع طبق على مواقع أخرى أيضا، على العراق، على سوريا، على مواقع أخرى. تزامن التضييق على فروع الاتحاد بالخارج مع تحجيم وملاحقات أمنية داخل البحرين ومنع النشاط الصيفي للاتحاد الذي كان يقوم على التواصل مع الطلبة الجدد الراغبين في الدراسة بالخارج ويعطيهم فكرة وش يدرسون. الواحد يطلع من الثانوية العامة ما يدري وش يدرس، انت عندك نسبة بس انت يعني مفترض ان تقارن بين معدلك وبين توجهك وبين هوايتك وبين رغبتك في سوق العمل او قدرتك على انك تندمج في سوق العمل. في العام 75 عفوا كانت تلك نقطة اللا عودة في طريق السيطرة التامة على البعثات وإعادة توجيهها حسب معايير الولاء والطاعة. انت تحصل بعثة اذا عندك ولاء، ما تحصل بعثة اذا ما عندك ولاء، مع ما تبعه ذلك من تقليل التنافسية وقتل روح الإبداع لدى العديد من الطلبة. في العام 75 نجحت الضغوط الرسمية في تجفيف منابع الاتحاد،
وإبعاد الطلبة عن الالتحاق بفروعها، الأمر الذي أدى إلى استفراد بالطلبة وإنهاء الدور الذي كان يقوم به الاتحاد لتوفير البعثات والمنح الدراسية في الخارج. وبدأت الوزارة في اعتماد تشتيت الطلبة كما أشرت منذ قليل. البعثات مسؤولية الوزارة بالكامل، كان في القبل الاتحاد يشارك إياهم. بشكل عام البعثات يجب أن توزع بعيدا عن التمييز وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة، ولكن الوزارة استطاعت أن تستحوذ وتتحكم في معظم البعثات وتقلل وتقنن منها. يعني أنت تقول أنت من الحين الدكتورة قالت أن مثلا عندك 4 بعثات طب، مو صحيح، مو عندك 4 بعثات طب، أعلنوا واستننا عندهم بس 4 بعثات طب، بس هذا الكلام مو دقيق. جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي منذ تأسست هناك اتفاق بين الدول الست، كل دولة لها 20 مقعد، مينيمم 20 مقعد. زين، يعني هي جامعة واحدة بس جامعة الخليج العربي عندها 20 مقعد. جامعة السلطان قابوس تمنح البحرين سنويا 5 بعثات، يعطب يعلنون عن واحدة بس. زين، وجامعات أخرى أيضا تقدم، يعني مصر الإيرلندية، زين مصر تفتح المجال لأي واحد يجي يدرس طب، إذا أنت مجموعك فوق 90 تقبلك الجامعات المصرية الأصلية الحكومية، ما أتكلم عن القطاع الخاص. زين، أوكي رسوم تدفع، بس في فرق. يعني أنا بضرب لكم مثال، يعني رسوم الجامعة الأهلية أو الحكومية في مصر في السنة تكلف في حدود 700 دينار كرسوم، 700 إلى 1000 دينار كلية الطب. زين، الرسوم في الجامعات الخاصة تكلف من 7000 إلى 9000 دينار في مصر. يعني أنت مثلا تروح جامعة العلوم والتكنولوجيا تدفع في حدود 7000 إلى 8000 دينار رسوم فقط. إذا قبلت في جامعة الإسكندرية ولا جامعة القاهرة ولا العين شمس ولا أي جامعة من الجامعات عندهم ما شاء الله يمكن في حدود 12-14 جامعة، التكلفة في حدود 700 دينار. زين، مهندسين وأطباء أيضا. زين، طيب أنت يا حكومة البحرين عندك بروتوكول تعاون ويا مصر، ويا مصر، وتجيب من عندهم مدرسين، خلوا أولادنا يروحون يدرسون هناك ضمن ترتيباتك وزارة ويا وزارة، وعندكم علاقات ما شاء الله لهني. نفس الشيء بالنسبة للعراق، العراق في ديك الفترة في أيام العز، أيام ما كان دينار العراق دينار 400 فلس بحريني، زين دينار 300 دينار، طيب كانوا يعطون البحرينيين بعثات مجانا في جامعة البصرة وفي جامعة الموصل وفي جامعة بغداد والمستنصرية. صحيح. زين، ليش وقفت هاي الجامعات؟ طيب اوكي، في جماعة كانت تدرس ايضا في جامعات اخرى. زين، طيب انت ليش عطلتهم؟ ليش انت تصر على ان اذا في طالب يبغى يحصل بعثة لازم يمر عن طريقك؟ مو للتسهيل، للتعويق، للعرقلة. زين، انا عندي مثلا احد من اهلي راح طلع قبول بفلوس الى ولده يدرس طب في الشارقة، وحصل ودفع رسوم، جاء امر وزارة التربية والتعليم في البحرين مين موافقة؟ تجان مرحبا، انت موافق على اساس؟ انا ولدي جايب مجموع عادل وتقبل الجامعة، والجامعة دي معترف فيها، وتعرفون ان التعليم في الشارقة متطور في مدينة جامعية كبيرة جدا. شيخ سلطان ما قصر، فاتح جامعات بالهبل، محول الشارقة الى مدينة جامعة من افضل المدن الجامعية. تمام، انت ليش تتدخل تروح تمنع عمل القبول؟ او واحد يحصل قبول في الجامعة، في جامعة سلطان قابوس، يقولون لا اجيب لنا موافقة من وزارة التربية والتعليم. عدم ممانعة، حق ويش عدم ممانعة؟ انت كي جاء انت ايش بتسوي؟ زين، انت ما لك خص في الموضوع، انت ضيقت على الناس، ما عطيتهم بعثات، راحوا تصرفوا وطلعوا بعثات. الكويت عندها استعداد تقبل كل اولاد البحرين بدون منه وبدون شيء، وتقول لهم حياكم على العين والراس، ادرسوا وتعلموا واشتغلوا بعد. انت ليش تقول حق الناس، تقول حق الكويت لا تشغلون البحرينيين؟ زين، واذا بتشغلونهم اعطوهم معاش اقل من المعاشات اللي تعطونه اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين، ولو يعني حق وين يعني؟ يعني اذا كان طبيب مثلا
مصري ولا سوري ولا كذا ينتسب يروح يشتغل في الكويت، متخرج من مصر ويروح يشتغل في الكويت يحصل 5000 دينار مثلا. إذا يروح البحرين يقول لا 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 تعطيهم 5000، 1500 حدهم أساس لا يختمون علينا في البحرين. زين يختربون عليك، أنت ما تشغلهم في البحرين، ما تعطيهم وظيفة في البحرين، يختربون عليك على أساس. فأنت مو بس قتلت البعثات، أنت قتلت البعثات وأغلقت الباب أمام روح. الوقت طويل. أوكي ما علي، أحيان بخلص أنا. لا ما قد قدش. عموما عندنا نقطة ثانية أيضا وباختصر، عندنا نقطة ثانية، أنت اليوم أخذت قرار بأنك توقفت البعثات وقلصتها إلى الحدود الدنيا. هذا دفع الناس على أن تبحث عن أبواب أخرى. فتحوا أوكرانيا، فتحوا روسيا، فتحوا الصين. قلت ما لي، قمت أنت قلت ما معترف فيهم، عقوة ما معترف فيهم. جامعات مثل في أوكرانيا ترتيبها التصنيفها العالمي في حدود 200، وجامعات البحرين اللي أنت تتكلم عنها في حدود فوق 1000 في الرانك العالمي. زين من المعترف فيه من اللي مو معترف فيه؟ زين بعدين اوكي جبت انت واحد جاء معترف فيه وجاب طلع جامعه وخد درس عنده يدرس في الصين وجامعات الصين، اكيد الصين مجننه امريكا. زين انت تقول لهم انه مو مقبول ان انت تروح تدرس في الصين، ومع ذلك انت تعطيهم منح. في بعضهم ممنوعين من الدراسه في الصين وفي اوكرانيا وانت تعطيهم منح 400 دينار في السنة، يعني صدقة 400 دينار وش تسوي؟ قيمة التذكرة ما تجيب. التداعيات أساس نختصر شوي، خلقت تداعيات الناتجة عن أحداث 2011 مناخا مواتيا لفرض حالة من التشدد والهيمنة، تحولت في مرحلة لاحقة إلى فرصة للتعدي على حقوق فئات معينة من المواطنين تحت حجج واهية، وساهمت في حرمان المتفوقين من حقوقهم الطبيعية. في بعض الطلبة كانوا على في مقعد الدراسة قطعوا البعثة عنه. تعال انت على أساس قطعت البعثة عنه؟ والله لأن أبوك فلان ولا أن أمك فلانة. حقوية شخل ده في ده يعني. عموما استغلت بعض الجماعات السياسية الفوضى المجتمعية التي نتجت عن أزمة 2011 للنيل من حقوق قطاع واسع من المتفوقين وحرمانهم من الحصول على البعثات التي يستحقونها، وساهمت في صدور قرارات مجحفة بحقهم. أدى التضييق الذي مارسته الوزارة والتعليم إلى حدوث حركة ارتدادية. هي اللي أشرت له من شوي، أنت ما تبغيني أدرس عندك في البحرين، أنا أروح أدرس برا. احنا عندنا في داخل قريتنا على سبيل المثال في عراق، زين عندنا اكثر من 15 واحد يرسون في الصين، كلهم مجموعات مجموعهم طلب مجاميع مالهم فوق ال 95 95 96 97 98 99. زين انت ما تبغي تعطيهم دراسه، ولين كتبت لك تعطيني 12 رغبه وتعطيني تقول انت وافقت على الرغبات، انت كتبت رغباتك يعني انت موافق، ما تحصل الرغبه لو تحصل رقم 12. أنا ما أبغي يدرس أنه يدرس لي مثلا شيء، أنا أبغي يدرس لأنه بعد للعلم فقط. وأسف يا سيدة أم السادة، اليوم في 14 تخصص في جامعة البحرين ما لهم فرص عمل، 14 تخصص تحت إشراف الوزير في وزارة التربية والتعليم ما لهم قبول في سوق العمل. زين سكرهم له، تحقوا تخليهم، انت تجيب الاولاد تدفعهم ويدرسون هنا واهلهم يدرسونهم برا على حسابهم، تقول له لا تدرس على حسابك، تعال اقعد يدرس في القسم اللي مو معترف فيه حتى اللي طلعت ما تقدر تشتغل. حقوه في من منكم ما يعرف اشخاص يتمون بالعشر بالاربعه عشر سنه بدون شغل، هم خريجين جامعيين، طيب انت على اي اساس تخرج؟ وخاصه طلبه الشؤون الاجتماعيه العلوم الاجتماعيه جماعه الاجتماعيين. زين علم الاجتماع الغان، زين انت عندك كم من مدرسه اليوم؟ انا بضرب مثال، عندك على الاقل تقدير 700 جمعيه في البحرين، من بينهم 100 جمعيه خيريه في المناطق المختلفه، كل جمعيه خيريه محتاجه الى باحث اجتماعي، مو واحد، واحد واثنين حسب السكان، تمام؟ المدارس محتاجه الى باحث اجتماعي، فيها مشاكل في سلوك بالهبل، الاكتظاظ الدراسي في الفصول التعليميه محتاج الى ان يكون باحث اجتماعي يعالجهم، يعرف يتعامل معاهم، هناك فرص لكن هناك قسرا اغلاق لهذه الفرص. هذا النهج التدميري اثر على مخرجات التعليم
وأدى إلى عدم توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وأدى هاي التخبط في سياسة البعثات إلى إحداث فراغ مهني. أم السادة طالعني وبعد أسوي اختصار. هناك خسائر وطنية، قد أدى هذا النهج غير الواقعي أو الواعي إلى تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية، وساهم في إيجاد طبقة من المتمصلحين والانتهازيين. وانعكس التمييز الذي تمارسه الوزارة مع انتشار المحسوبية سلبا على مستوى الأداء في جامعة البحرين، وأدى إلى استبدال الطاقم الكادر الإداري التعليمي، فنشوا المدرسين الأساتذة اللي يعرفون يدرسون في جامعة البحرين، فنشوهم وجابوا أجانب، زين، بحيث أن هذين أجانب أو مجنسين أو ما إلى هنالك، المهم جابوا ناس أقل مستوى. تعرفون كم عدد الطلبة في جامعة البحرين؟ 33,000 في جامعة البحرين، ونصهم بس اللي يتخرجون، لأنهم النظام مالهم يوصيك لسنة رابعة ويطلعك برا، يخليك ما تقدر تواصل، لأن المعدلات نظام المعدلات يخليك أنت ما تقدر تطلع بالمعدل المطلوب تخرج، لأن ممنوع تتخرج بأقل من 2.2 أعتقد. زين، فطلبه يوصل مسكين يذبح روحه 3 سنين 4 سنين تا يقول له معدلك ما يساعدك، ولما يطردونه من الجامعة ما يعطونه بعد شهادة بحيث يروح يكمل في جامعة ثانية، يقول له روح الحقها. طيب، من نوصل للخلاصة شوي. أعتقد بأننا نحتاج إلى إعادة النظر في سياسة الابتعاث، وأن نبعدها عن التجاذبات السياسية والمذهبية، وأن ننظر لها بمعيار وطني صرف حريص على أبناء مستقبل أبناء الوطن. يجب أن ينظر إلى المتفوقين الخريجين باعتبارهم ثروة وطنية تشكل أساس قوي للتنمية المستدامة التي تكلمت عنها الدكتورة، ويجب توظيفها لتحسين فرص الدولة في المنافسة والتطور في ظل عالم لا يعرف حدود ولا يعترف بقوميات. تستطيع الدولة معالجة قضية الخريجين الجامعيين، وخاصة أصحاب المهن العلمية المطلوبة في الدول المجاورة، عبر توقيع بروتوكولات تعاون تسمح بتوظيفهم وتهيئتهم لدعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية. يعني هم إذا راح اشتغل في قطر ولا اشتغل في الكويت ولا اشتغل في الإمارات ولا في السعودية بيجيب بيزات هنا، من هاي بيصرف على أهله مكان ما يقعد علة في جبدهم. الوزارة مطالبة بفصل التعليم العالي عن التعليم عن وزارة التربية والتعليم. ما يصير وزير التربية والتعليم هو نفسه وزير التعليم العالي، يا أخي ما يصير. أنت اللي مني وأنت بعد تالي تلوصل. فلازم ينفصل التعليم الجامعي عن التعليم الأساسي، مع وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة بعيدة عن المحسوبيات من أجل الارتقاء بمستوى التعليم. لابد من وضع خطط استراتيجية تراعي الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إذ ليس من المعقول الإبقاء على أقسام كما أشرت 14 قسم ما إليها معنى. هناك حاجة لتنسيق عالي المستوى بين وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم العالي التي يجب أن تكون مستقلة، وبين وزارة التربية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل. يجب تشجيع الطلبة الجامعيين على استعادة روح المبادرة وتنظيم شؤونهم، وفتح المجال لهم من جديد من أجل تأسيس روابط واتحاد وطني لطلبة البحرين. شكرا لكم.